وأولى محطاتنا لليوم رح نروح فيها بعالم الطفولة ومهارات التواصل عند الأطفال والعوائق يلي بتسبب اضطرابات ودور التفاعل الاجتماعي في تنمية التفاعل اللفظي. رح نناقش هالموضوع مع منسق أعمال جمعية سبل عقاب نصر. صباح الخير عقاب، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نتعرف منك عن اضطرابات التواصل يلي عند الأطفال والأبرز منها أو الشائع. يسعد صباحكم. هلا اهلا وسهلا. اضطراب التواصل هو اضطراب شائع جدا، نسبة 10% منتشرة بين الأطفال. ضمن اضطراب التواصل أو اضطرابات التواصل تنطوي اضطرابات كثيرة، منها اضطرابات الصوت، اضطرابات اللغة، اضطرابات الكلام، اضطرابات عسر البلع، التأتأة، اضطرابات كثيرة. هذا الشيء بيسبب لي مشكلة بالتواصل عند الطفل، وتظهر دائما في ال5 سنوات الأولى من حياة الطفل. بمعنى آخر بدي احدد السبب، في منا محدده السبب وفي منا غير محدده، يعني اضطراب تواصل غير محدد، ممكن يكون انا اليوم ناتج عن فقر بيئي، ناتج عن اضطراب بالطيف التوحد، ناتج عن اعاقه عقليه، ناتج عن اهمال، ناتج عن اضطرابات الشاشات، لكن انا اليوم بدي احدد السبب. وفي بعض الحالات نحن بنسمعها، يعني من المنطق انه الطفل اليوم يوصل لعمر 4 5 سنين وما حكى، بتجي الام بتقول لك لحاله بيحكي تماما. في بعض الحالات تعالج لحالها، تشفى لحالها، بيحكي الطفل، بصير كلامه ونطقه سليم دون اللجوء الى العلاج باحد المراكز المتخصصه. بينما بعض الحالات تكون مترافقه مع اضطرابات اخرى، منها تاخر ذهني، منها اعاقات عقليه او ما شابه. هذا الشيء فنحن مباشره لازم نلجا لاقرب اختصاصي او طبيب عصبيه. نعم، خلينا نحكي عن دور التفاعل الاجتماعي ودمج أي طفل هو بيعاني من اضطراب بأي سلوك، إن كان بالحركة وإن كان بالعقلي، أيضا سبب له يمكن تأخر بالنطق. كيف مندمجه بالمجتمع؟ اليوم بحسب معايير التشخيص الحديثة بالDSM-5 صار عندي الإعاقة، صارت إذا كان عندي إعاقة فهي لازم تكون محددة، محددة النوع، محددة المصدر، السبب، لحتى نقدر نحن نحط خطط العلاج المناسبة. بداية بدي أعرف الطفل شو هذا السبب اللي عنده إياه، هل عندي شيء أساسي وراثي؟ يعني إذا بدي أحكي أنا اليوم عن التأتأة، في تأتأة بتجي الأم بنسميها التأتأة النمائية من 2 لـ5 سنوات، بتجي الأم بتقول ابني عم بيتأتأ. بهي العمر هي التأتأة قد تكون هيك بنسميها مرقة مرور الكرام، يعني بتمرق مع الطفل وبتقطع لحالها، بترجع بتروح لحالها. لكن إذا كانت التأتأة ما فوق 6 سنوات استمرت لسنوات أو لشهور كثيرة، تشاركت مع بعض الحركات التشنجية سواء بالإيدين أو عادات أو بالرمش كثير، أو الطفل بتشاركها ملامح بالوجه كثير شديدة، فبتكون منشأة عصبي، فأنا بحاجة مراجعة الطبيب العصبية، فبنسميها بالتأتأة التشنجية. هون نحن مباشرة لازم نتدخل. لكن إذا كانت التأتأة من 2 لـ5 سنوات هي يكفي بمفهوم الدمج اللي حضرتك تفضلت فيه. هون نحن بدنا نعرف شو فئة الدمج للطفل. نحن اليوم ممكن نشوف طفلنا بأي طفلي أعرض طفلي على طبيب، خلينا نقول سمعيات أو طبيب عصبية أو طبيب أطفال، لكن هيدا القرار يكمن عند الاختصاصي وين الطفل لازم يكون. نسمع كثير انه الام انا اخذت ابني حطيت الطفله لديها اعاقه عقليه، طفله دكتور قال لي حطيها بروضه، والطفله سنه وسنتين وثلاثه، بروضه لم يجد التطور المناسب سواء على مستوى اللغه، على مستوى السلوك التكيفي، على كثير مستويات. لهيك نحن بنفضل الطفل ينعرض على لجنه التشخيص مؤلفه من طبيب العصبيه، طبيب الاذنيه وطبيب الاذنيه، اختصاصي السمعيات، اختصاصي النطق واللغه، اختصاصي التربيه الخاصه، حتى نحدد هويه هذا الاضطراب ومصدر هذا الاضطراب، وقتها نحن بنقدر نشتغل صح مع الطفل. نعم، خلينا نحكي عن موضوع ذكرته هو اضطراب الشاشات، هل هو له علاقه بعدد الساعات اللي بيقضيها اليوم الطفل قدام شاشه الموبايل او الكمبيوتر او حتى الايباد، وشو هو كيف لازم الام تدير بالها منه؟ انتشرت كثير بالفتره الاخيره الاجهزه الذكيه بين الاطفال، يعني بنلاقي اي طفل اليوم استخدام الاجهزه الرقميه عنده يمكن اشطر منا كاشخاص نحن واعيين، بتلاقيه بفوت على البرامج، بينزل، بيعمل اشياء كثيره نحن شوي صعب علينا. مو للسبب انه لسهولتها، انما الطفل عنده ذكاء، بس انا اليوم لما بدي اوظف ذكاء طفلي اوظفه بشكل صحيح بشكل ملموس، يقدر طفلي يستفيد منه على المستوى الفردي، على المستوى المجتمعي، على المستوى التعليمي. بينما انا لما حصرت ذكاء الطفل داخل شاشه صار في عندي هون تواصل غير لفظي، يعني بمعنى اخر صار تواصله هو فقط مع الشاشات، انحصر.
فهون عم بيسبب عندي بعض المشاكل. الناس بتقول يعني يطلق عليه بعض التسميات ما يسمى بالتوحد الافتراضي، لكن هيدا شيء غير موجود علميا، انما هو تسميه. يفضل انه يكون اسمه اضطراب الشاشات او التواصل، اضطرابات التواصل. طفل بصير يتحدث مثل الشاشات، طفل بصير يتقمص شخصيات الكرتونيه، يتقمص الشخصيات الموجوده على اليوتيوب من خلال حديثه، تصرفاته، طلبه. هو بصير يقتصر تواصله اللفظي على الكلام باللهجه العاميه او الحوار او السرد القصصي، بصير الطفل يتحدث فقط مثل ما بيطلب الشخصيه الكرتونيه، فهو بصير يتقمصها تماما. هون بالاسف نحن في اضطراب غير واعي له الام او الام او الاب، بحاجه لتدخل مباشره. نعم، خلينا ننتقل إلى مرحلة اللجوء إلى المعالج أو الأخصائي النفسي. يمكن أول شيء لازم نفحص الأذن، نعمل تخطيط للدماغ إذا صار في قلة نطق أو تأتأة، ومن بعدها نلجأ إلى أخصائيين نفسيين. وعنا أكيد بسوريا كثير من الجمعيات اللي تعنى بالنطق عند الأطفال. خلينا نحكي المرحلة هي كيف الأهل لازم كمان يتساعدوا مع الجمعيات إن كانت أو إن كانت مع الأخصائيين. بداية هي المرحلة الأولى هي الوعي، الوعي عند الأهل، الوعي باضطراب بالاضطراب اللي عنده الطفل. ياتي اطفال احيانا اليوم معرفه تماماً. التشخيص، الوعي بانه طفلهم هو عنده مشكله او الاعتراف بالمشكله بحد ذاتها، لان اليوم صعب التقبل بهذا الموضوع من خلال احتكاكنا المباشر مع الاهالي. في عدم تقبل، في نكران اذا بدنا نحكي، بس هيدا النكران عم بيودي فيني لمراحل متقدمه عند الطفل، عم تسبب لي مشكله. عندي اضطرابات نقص السمع تؤدي الى اضطراب في التواصل، بيصير الطفل غير قادر على تكوين اللغه بالدماغ، غير قادر على فهم معالم ملامح الوجه، غير قادر على مفهوم الشفاه، غير قادر على انه هو يتواصل معك، يعني حتى على اللغه المحكيه او اللغه التعبيريه عنده للاسف. ممكن نشوف الطفل هون بينتج عنا عصب عدوانيه، تكسير، تخريب، تصرفات كثيره هي غير مدروسه عند الطفل لسببها انه هو غير قادر على فهم اللغه المحكيه، فهذا بسببه نقص السمع. كثير اطفال بيكتشفوا الاهل انه هو بعمره 3-4 سنين للاسف الطفل بحاجه مساعدات سمعية حتى يكون قادر على تكوين اللغة، فهون الطفل تلقائياً تأخر سواء دراسياً أو نمائياً أو لغوياً. صار عندي هذا التأخر اللغوي اللي احنا نتحدث فيه، لكن احنا لما بنعرف السبب تكون النتيجة أسرع وأفضل. شو فقدت تدمج بهيك حالات؟ بوشرة الطفل لما بيتعرض لهي المشكلة، فنحن بحاجة هو يندمج لحتى يتفاعل اجتماعياً، يعرف هو خلينا نسميها بعض المهارات اللي بيكتسبها الطفل الطبيعي من نمائيا يعني او باللاوعي، ممكن تنغرس من خلال التربيه، من خلال المشاركه، من خلال الالعاب مع الاطفال، من خلال التنظيم او الحياه التشاركيه بالحياه المنزليه اليوميه. فنحن بنسميه هذا العلاج بالمشاركه. الطفل بيتعلم التفاعل، بيتعلم الاكتساب الصحيح، بصير قادر على الانتظام بكثير اشياء. هون ببلش يكون لغه تعبيريه، لغه استقباليه عند الطفل، هيدي اللغه ببلش يخرجها، بنسميها لغه انتاجيه. هون ببلش طفلي خرج اولا مفردات، حروف، اصوات، حتى نبلش معه بمرحله الكلمات او الجمل القصيره والسرد القصصي. بتاخذ فتره اكيد، ما بيكون عندي العلاج سريع، لكن حسب استجابه الحاله. خلينا نرجع للمراحل الأولى العمرية، قديش برأيك اليوم مهم تواصل الأم مع طفلة بفترة معينة بالأشهر الأولى؟ بجوز تفكر أنه هو ما كتير عم يفهم علي، هاي الفترة مهمة وأساسية اليوم لتحقيق نوع من التواصل الجيد مع الطفل برأيك؟ بعض الدراسات تقول أنه حتى بالمرحلة الجنينية للطفل يسمع، بعض الدراسات تقول هيك. طب انا معناها لازم نبلش مع طفلي من المرحله الاولى، من الحياه الاولى، يعني من مراحل ايامه الاولى نبلش التواصل سواء مع الام، مع الاب، سواء مع اللي حوله، حتى هو يكون هاي الاصوات، لانه فعليا شو عم يعرف؟ حتى بالمرحله الاولى اصلا الرؤيه ما بتكون واضحه بالاشهر الاولى عند الطفل، فهو اكثر شيء بيشعر فيه السمع. فلما ببلش يكون عنده لغه، بيعرف صوت الام، صوت الاب، صوت الاخوه او الاشخاص الموجودين حواليه، وقتها ببلش يعطيني ردات فعل صحيحة. بهي الفترة إذا ما كان عندي ردات فعل صحيحة عند الطفل مباشرة لازم يتدخل. أحيانا بيكون عندي تضخم اللوزات، في له مشكلة، أنابيب التهوية بالأذن، مشاكل سمعية بالأذن الوسطى، احتقانات، هي كلياتها بتسبب لي مشكلة بالسمع. مباشرة نحن لازم نعرض على طبيب سمعيات ليقرر الحالة صح. وكل ما كان العلاج أبكر كل ما كانت النتيجة أفضل. نعم، يعني قبل ما نختم معك خلينا نحكي بموضوع كتير مهم، وهو
يمكن الأنشطة اليومية إن كانت من رسم إن كانت من رياضة، قديش مهمة إن هي كمان تكون بحياة الأطفال، تدمجهم مع أطفال تانيين، تعلمهم مهارات تانية. يمكن إذا كان بيعاني 1% من أي مشكلة هذا الشيء يمكن كتير بيتفرغ باللعب، وما بدنا كل مرة نتحجج بالجانب المادي إنه ما في مصاري لنسجله بنادي ولا كهي. في أنشطة كتير هي مجانية عم تكون، جمعيات خيرية كتير عم تعمل يمكن قصص كتير مهمة للأطفال تماماً بكل المناطق. هذا الجانب تحديداً هو منتشر كتير، قد يكون سبب عند الأهالي أو سبب يعني غير مقنع. خلينا نقول أنا عندي اليوم أماكن كتيرة مثل ما حضرتك تفضلتي، سواء المراكز الثقافية، الأنشطة، الملاعب، النوادي، المدارس حتى، والمشاريع التنموية اللي عم تكون على مستوى كتير واسع ومنتشرة بكثرة جداً. بس إحنا بدنا نعرف وين نروح يعني حتى يكون حتى أنشطة الدعم النفسي منتشرة كتير لهيد الأطفال من خلال الدمج. إذا بدي أحكي أنا على مستوى الروضات، الروضات انتشرت كتير خاصة بمدارس وزارة التربية، فصار أنا عندي تواصل هو أهم شيء عند الطفل قبل أنه أنا أمسك الطفل القلم، يعرف يكتب، يعرف يقرأ بمراحل كتير بكير بيطلبوا الأهل منها هي التفاصيل. في شيء كتير أهم هو التواصل اللفظي والغير اللفظي، عن طريق الكلام أو عن طريق التواصل الجسدي أو اللعب أو التفاعل. هاي كلياتها بيكتسبها الطفل، بتنمي عنده مهارات دقيقة، مهارات كبرى، مهارات تقليد نمذجة، مهارات التواصل حتى المنخ البصري. هي مهمة كتير، مهم كتير، شيء مهم إنه الطفل يتواصل معك، أنت شو عم تشرحي، شو عم تعطي، ممكن أنت عم تحكي شيء الطفل عم يلعب بشيء آخر، فهون صار عندي تشتت. المعلومة كانت غير كاملة عند الطفل، بدها تعطيني نتيجة غير كاملة. كله هو أشياء متتابعة حقيقة بتكون مع الطفل. نحن مهم الاحتواء بالحب، الاهتمام، ابتعاد عن العنف، كتير نوصل مع الطفل لنتائج إيجابية. بدي أسألك عن لعبة منتشرة حاليا، ما بعرف إذا بتساعد بموضوع التفاعل اللفظي، هي الصبارة، بسموها ليها الصبارة الراقصة، هي بتحكي شيء بتردد، هي هذا الشيء له تأثير سلبي أم إيجابي اليوم على تعزيز التواصل اللفظي عند الطفل؟ خلينا نقول حسب حالة الطفل، حسب نوع الاضطراب اللي عنده إياه. ما فيني أنا اليوم طفل اضطراب شاشات جيب له هي اللي حضرتك عم تحكي عنها، أو طفل طيف توحد عنده مصادات أو تكرار جيب له نفس هي اللعبة. أنا فيني استغني عنها، فيني استعايد عنها يعني بأدوات كثيرة من أدوات المنزل. دائما بنحكي إنه نحن أي شيء بسيط من المنزل هو قادر. أحيانا بعض الأمهات، أنا اليوم جبت له لابني تابلت هاي اللي بيقبص مثلا على حرف بيعطيه كذا بيكرر. صار عندي أنا تكرار فعليا بصراحة، هو نفس التابلت أو الموبايل، صار تواصل فقط من جانب واحد، فلا أنا بحاجة تواصل مع الأشخاص، مع الأفراد، هو اللي بيعطيني النتيجة الأفضل. نهاية العلاج والمشاركة هو العلاج الصحيح. نشكرك كثير ويسعد صباحك، شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا اياها. شكرا كثير. شكرا كثير لك ولكل المعلومات القيمه اللي قدمت لنا اياها اليوم.